جزئية مهمة جدا لسنة أولى إعدادي في جزئية الموسيقى الميوزك، إزاي أتكلم عن الموسيقى بتاعتي المفضلة، إزاي أعمل سؤال وإزاي أجاوب. عندي نوعين من الأسئلة ممكن تقابلني في الجزئية دي. عندي أول سؤال: ما نوع الموسيقى التي تحبها أو تفضلها؟ تمام. طيب السؤال بيجيلي في الجزئية دي إزاي؟ بيجيلي في سؤال المحادثة، هيجيلي إجابة بتقول I like pop music، I like pop music. تمام كده. طيب دي ممكن تجيلي إجابة في محادثة، ممكن تجيلي إجابة تانية تقول my favorite، my favorite is مثلا classical music. سواء جات لي دي او سواء جات لي دي السؤال عليه، وممكن تجي لي yes I like pop music. تعالوا بقى نشوف يعني كل الاجابات دي هنشوف الاسئله عليها ازاي. اول واحده مثلا I like pop music تختلف عن yes I like pop music، دي تختلف عن دي في نوع السؤال. ليه؟ عشان ده سؤال، دي إجابة فيها يس، دي إجابة ما فيش فيها يس. هتختلف؟ أيوة هتختلف، لأن أنا عندي نوعين من الأسئلة. تمام. طيب لو أنا جالي سؤال عن نوع الموسيقى، يعني حد قال لي أنا بحب الموسيقى كذا، يبقى كان السؤال فوق إيه؟ ما نوع الموسيقى التي تحبها أو ما نوع الموسيقى التي تفضلها. إزاي أسأل ما نوع؟ ما نوع يعني what kind، what kind أو what type. كلمة نوع معناها يا إما طيب يا إما kind، يا إما طيب يا إما kind. يبقى what type أو what kind، what kind of music، ما نوع الموسيقى. وبعدين do you like، do you like. يبقى لو جالي إجابة I like pop music، I like jazz، I like classic music، I like traditional music، يبقى السؤال بتاعها إيه؟ What kind of music do you like؟ ها what kind of music do you like أو what type of music do you like. type أو kind لازم أحفظ الاثنين، معناهم نوع، ما نوع الموسيقى التي تحبها أو تفضل. طب لو جالي بقى yes، لو جالي yes I like pop music، في الحالة ديت ما ينفعش أسأل ب what kind. ليه؟ انا هسال هنا بايه؟ بفعل مساعد، هتبقى do you like pop music. يبقى لازم ابقى مركز الاجابه عندي فيها yes ولا لا. ما فيهاش yes هاجر على طول على ادوات الاستفهام. فيها yes يبقى في الحاله دي لا ماليش دعوه باداه الاستفهام، انا هجيب فعل ايه؟ فعل مساعد اللي هو do او does او did على حسب نوع الفعل عندي. لو الفعل مصدر انفينيتيف في الحاله دي بجيب ايه؟ بجيب دو. لو الفعل مضاف الي اس او اي اس او اي اي اس في الحاله دي بجيب مين؟ بجيب داز. لو الفعل ماضي مضاف له اي دي او فعل غير منتظم في الحاله دي بجيب مين؟ بجيب ديد. دي في حاله ايه؟ لو جالي يس اور نو في الاجابه. يبقى لو جالي يس او نو في الاجابه في الحاله ديت لازم هنا استخدم فعل مساعد. ما جاليش يس او نو في الاجابه وجالي اي لايك بوب ميوزك، اي لايك كلاسيك ميوزك، اي لايك تراديشنال ميوزك، يبقى في الحاله دي هسال بوات كايند او وات تايب. وخلي بالي وات كايند او وات تايب بيجي بعدها كلمه اوف ميوزك، بيجي الحاجه اللي بسال عليها. يعني انا لما اجي اقول بالعربي ما نوع، ما نوع ايه؟ الموسيقى. يبقى وات كايند اوف ميوزك، وبعدين اجيب فعل مساعد اللي هو دو، وبعدين you like. يبقى what kind أو what type of music do you like، what kind of music do you like. طيب أنا هقول لك مثلا إجابة، هقول I like jazz. ها اعملي عليها سؤال do you ركز فيها yes ولا لا. أنا ما قلتش yes ولا no، قلت I like jazz. يبقى في الحالة دي السؤال هيبقى إيه؟ what kind of music do you like. اركز جالي يس ولا ما جاليش يس؟ جالي يس
يبقى في الحالة دي do you like وأقول اسم الموسيقى اللي عندي. do you لو أنا قلت لك yes I like jazz هتبقى إيه؟ do you like jazz. طب لو ما قلتش yes ولا no قلت لك I like jazz هتبقى إيه؟ what kind of music do you like. خلاص كده يبقى دي الجزئية دي أركز عليها جدا لأنها بتيجي كتير في إيه في المحادثة. طيب الاستطاعة بقى ازاي اسأل بكان، يعني مثلا ماذا استطيع، استطيع ان افعل، ماذا استطيع ان افعل، what can I do، what can I do، او لو هو لو هسأل عليه هو what can he do او what can she do. تمام كده دي معناها ما ماذا تستطيع ان تفعل، دي ماذا يستطيع هو أن يفعل، بنغير الضمائر عادي زي ما كان مفيش أي مشكلة، يعني ما بغيرش أي حاجة. طيب لما أجي أجاوب أقول هي كان، هي كان وأتكلم بعدها في المصدر، الفعل هيبقى عندي في المصدر، أو هي كانت، كانت وبرضه الفعل في الإيه؟ في المصدر، يبقى مع كان وكانت الفعل لازم بيبقى شكله عامل إيه؟ في المصدر، يعني عندي، عندي محادثة هنا عايزين نشوف محادثة نيجي نطبق عليها. يلا نطبق عليها نشوف المحادثة ممكن تجيلي ازاي. اول واحدة قال لي منى Do you like pop music؟ أنا هنا عايزة أجاوب، هنا ما عنديش أي مشكلة. طيب أنا عندي هنا إيه؟ عندي do. يبقى الإجابة لازم هتبقى بإيه؟ بيس أو نو. تمام كده؟ يبقى هنا yes I do. أو yes I like pop music. يبقى do هنا بينت لي إن أنا هجاوب بيس ونو. طب لو عندي هنا what kind of music do you like؟ هقول في الإجابة إيه؟ مش هقول يس ولا نو، هقول I like مثلاً pop music. تمام؟ يبقى do you like pop music؟ yes I do. أو yes I like pop music اللي أنا عايزة ده صح وده صح. طيب عندي إجابة بتقول I watched an interesting film last weekend. أحط شرطة تحت last weekend. الزمن هنا عندي إيه؟ past ماضي. يبقى في الحالة دي أنا هستعين بمين؟ هستعين بديد. يلا بقى نشوف هسأل على ايه. I watched an interesting film. انا شفت فيلم الاسبوع اللي فات. عايزة اقول انت شفت ايه الاسبوع اللي فات. ما او ماذا يعني ايه؟ what. اول حاجة اجيب اداة الاستفهام المناسبة. الفيلم ده غير عاقل. يبقى هجيب على اساسه مين؟ what. ركز. وبعدين هنا اجيب مين؟ did. الاي هتتحول لايه؟ ليو. والفعل هحوله للايه؟ للمصدر. What did you watch last weekend؟ انت شفت ايه الاجازة اللي فاتت؟ يبقى انا عملت ايه اول حاجة؟ اداة الاستفهام، الفعل المساعد، الفاعل، الفعل في المصدر. تمام؟ طيب الجزء الثاني How was your weekend؟ كلمة how بتسأل عن الايه؟ عن الحال او الكيفية. كيف كانت اجازتك؟ عايزه اقول اجازه كانت جميله، اقول ايه؟ it was great. it was great. يبقى it was great يعني معناها ايه؟ كانت رائعه. it was great. طيب عندي اجابه بتقول i like adventure stories زي بالظبط بتاعه الموسيقى بالظبط. انا بحب قصص المغامرات. يبقى للسؤال ايه؟ ما نوع القصص التي تحبها؟ زي ما نوع الموسيقى بالظبط، القصص التي تحبها. يعني ايه ما نوع؟ ها؟ what kind what او what type what kind. هنا of ايه؟ الثانيه of music. هنا هتبقى of ايه؟ of stories. what kind of stories do you like. نفسها بالظبط. do you like. يبقى what kind او what type بتسأل عن نوع. ممكن تبقى نوع قصص، ممكن تبقى نوع موسيقى، ممكن تبقى نوع رياضة، اي نوع بقى اللي هتختلف عندي of والكلمة اللي هي النوع الحاجة دي. لو موسيقى هتبقى what kind of music.
لو قصة هتقول what kind of stories، لو رياضة what kind of sport، على حسب أنا بتكلم على إيه. بس طريقة السؤال واحدة، what kind of واسم الحاجة وبعدين do you like، يبقى جاب لي أي إجابة فيها I like كذا. I like مثلا كاراتيه، I like مثلا كشري، يبقى what kind of food do you like، انت بتحب نوع طعام ايه. طب قال لي adventure stories، بحب قصص المغامرة، يبقى what kind of stories do you like. تمام كده، يبقى اخلي بالي هو نوع سؤال واحد لإجابات كثيرة جدا. اي حاجة I like كذا، اشوف الحاجة دي نوعها ايه، نوعها رياضة، نوعها قصص، نوعها موسيقى، نوعها ايه، واقول what kind of واقول النوع وبعدين do you like. تمام كده، يبقى ده الجزء اللي بيجي لي عليه المحادثه. واركز عندي سأل بدو، يبقى لازم الاجابه بيس او نو. طب سأل بأداة استفهام، لا ما بجاوبش بيس ونو. تمام كده.